حتى فنون الطهي أطلقت النسخة الثانية من مهرجان فيست للطعام السعودي، واللي سلط الضوء على أنواع الطبخ السعودي من مختلف مناطق المملكة بهدف تنمية المعرفة ونقل الخبرات بالمطبخ السعودي. زميلتنا غالية ناصر نقلت لنا الأجواء في التقرير التالي. الإقبال جدا جميل على جميع مناطق الفعالية. طبعا عندنا أول منطقة اللي هي منطقة الأكلات الشعبية السعودية بمختلف ثقافاتنا بمختلف مناطقنا، تعرفنا على أكلات جديدة جدا جميلة من منطقة الجوف، خصوصا أنه استخدامهم خلينا نسميها بذرة السمح أول مرة أعرف عنها، وأكلاتهم كثيرة تدخل فيها سواء حالي أو مالح. تعرفنا على مناطق جديدة ما قد سبق أنه وصلنا لها مثل منطقة نجران، عندهم أكلات جدا جميلة. تقريبا اللي أنا عرفته أنه جميع الأكلات السعودية من الدقيق البر تقريبا تتشابه بالمواصفات والمقادير وتختلف بالمسميات والتكنيكات، فتقريبا نفس المطبخ القصيم اللي أنا أنتمى للقصيم، قريب منه الأكل الجنوبي، قريب منه الأكل الشمالي، في كثير روابط بيننا. اليوم كان معانا ديمونستريشن لدونات وركشوب. طبعا احنا كبريد أهد احنا يعني الذهب تبعنا مثل ما بحكوها في الدونات اللي عملناه. اليوم الحمد لله كانت الفعالية كثير حلوة والناس انبسطوا في الفعالية، وما شاء الله الإيفنت كتير بجنن ما شاء الله، وبتمنى كل فترة وفترة ينعاد مثل الإيفنتات مثل هاي، بحيث إنه الناس تقدر تستفيد أكثر من ورش التعليمية هاي، خصوصا المخبوزات والحلويات. مهرجان مرة حلو، ذات منطقة تراث الطهي، الأكل فيها لذيذ وشفنا أشياء من زمان ما شفناها، خصوصا من جهة المنطقة الغربية وحايل كان عندهم الأكل لذيذ، وما شاء الله الكل باين مبسوط مع الأجواء الحلوة هذه. الحمد لله استمتعنا بالأجواء وجربنا الأكلات الموجودة السامبلز. أفضل استمتع جدا باللوزية الموجودة في القسم الحجازي. بصراحة والله عجبني المكان، المعرض جدا رهيب ومتنوع بمناطق المملكة، في أكلها كل منطقة ولها أكلها الخاص، فهذا شيء مرة رهيب، وأنصح اللي يجي البوث ترفة. صراحة الأكل فيه جدا لذيذ، وحتى يعني بشاشة الوجه هي صراحة اللي تشدك للمكان. شكرا زميلتنا غالية على هذا التقرير الشهي اللي شهوانا نحن نروح. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، فمعنا الله.